لو الحكاية فيها إن فيتو ما تبيش تصوري ليه؟ لما انت ابنك اللي بتعيط عليه هو ابني أولادنا أحفادنا أنجدنا يحفظهم ربنا من الخبرة بالسوء النية وإخوان الشياطين يحفظهم ربنا. أنا سمعت النبى في الشرق الأوسط متزادش وانت أجي أشوف يا ربي كل كده شايفة حاجة مين اللي ورا الانفجارات؟ يا نوم لله الخوانة يا نوم لله غلبيتهم شال الباشا يجعل في جبهة الفردوس ليه حكمني عشان بعيد ليه حكمني